تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية حفص عن عاصم الكوفي.